هبدأ من رقم 22,000 فعلية، ده رقم مهول وكبير جداً. خلينا نعرف مع حضرتك ونعرف السادة المشاهدين أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية اللي تم تنفيذها خلال 2023. احنا بنتكلم في وزارة الثقافة عن في السنة دي أو سنة 23 كان فيه اهتمام كبير جدا من معالي وزيرة الثقافة بالتعاون مع أكتر من وزارة، مش بس إن احنا نشتغل لوحدنا، وده ادانا فرصة كبيرة جدا ان احنا نبقى متواجدين في انشطة كتيرة وفعاليات كتيرة على مستوى الجمهورية. ممكن نقول السنة دي في اهتمام كبير قوي بالمحافظات والانشطة داخل المحافظات، فده ادى العدد الضخم جدا من الانشطة، لاني كان في اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية بان النشاط الثقافي والمنتج الثقافي يصل للمحافظات، مش فقط للمحافظات الكبرى زي القاهرة واسكندرية، لا احنا عايزين نصل للمحافظات كلها. فكان في اهتمام جدا بالنشاط الثقافي في الصعيد، في اهتمام جدا بالنشاط الثقافي في المحافظات الحدودية، وكانت السنة دي الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية، وده ادى زخم كبير جدا في النشاط الثقافي في المنطقة ديت، فده اللي خلى الفعاليات تبقى بالحجم الكبير ده. طبعا الفعاليات زي ما تفضلتوا في الأول كده ان هي متوزعة في أنشطة كتيرة جدا، يعني في مجال المسرح، في مجال السينما، في مجال الفنون التشكيلية، في مجال الصناعات الإبداعية، ومجال الصناعات الإبداعية خد مساحة كبيرة جدا من الاهتمام على مدار السنة. عظيم جدا. طيب ازاي تم توزيع هذه الفعاليات على المحافظات؟ يعني هل في محافظة مثلا كان فيها عدد أكبر من الفعاليات لاحتياجها لافتقارها مثلا خلال الفترة اللي فاتت لأنشطة ثقافية فحبينا نكثف مثلا في هذه المحافظة؟ توزيع الفعاليات دي كان عامل ازاي؟ احنا بنشتغل وفق برنامج الحكومة، وبرنامج الحكومة فيه يعني هدف أساسي جدا وهو بناء الإنسان المصري، ونقطة أساسية جدا في البرنامج ده العدالة الثقافية وتخطيط الأماكن المحرومة ثقافيا في مصر، وده كان موجود جدا في كتير من الأنشطة، بداية من الأنشطة اللي حصلت في حياة كريمة ومشروع أهل مصر على المحافظات الحدودية. وخليني أقول لك إن كانت المحافظات الحدودية أكتر المحافظات اللي حصل فيها كم كبير من الأنشطة، لأنها كانت الفترة اللي فاتت يعني الاهتمام بيها ما كانش بالصورة الضخمة ديت، فكان القيادة السياسية يعني وجهت إن لازم تكون المحافظات الحدودية أولويات العمل الثقافي، وعشان كده كانت معظم الأنشطة الكبرى كمان بتتم هناك. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن هو مش فكرة إن المحافظة دي كانت عدد سكانها قد إيه أو كده، لأ هي ما كانش فيها أنشطة، فإحنا ابتدينا نخش بالأنشطة بتاعتنا خلالها. في أماكن هناك كان المواقع الثقافية فيها تحت الإنشاء، تحت التجديد والإحلال، ده تم معالجته خلال العام دوت، فلما الموقع الثقافي بقى موجود فبقت الأنشطة أوريدي موجودة. الحقيقة يا فندم إنه يعني من أهم النقاط فكرة دخولكم لوصولكم للأطفال تحديدا، لو هنتكلم أطفال العشوائيات أو حتى المناطق الخطرة، ده كان تحدي كبير جدا، وفكرة الوصول للأطفال دي تحدي كبير قوي، لأنه الأطفال دي نشأت في ظروف إلى حد ما صعبة، ولو هنتكلم ثقافيا هي صعبة جدا الحقيقة. فحابة أعرف من حضرتك في البداية كانت إيه أهم العوامل اللي كنتوا حريصين أنها تبقى موجودة، الخطة حتى عشان تبدأوا أن أنتوا تدخلوا الأطفال دي وتتكلموا معاهم؟ يعني احنا في المشروع اللي حضرتك مثلا بتكلم عنه كبديل العشوائيات، مشروع مهم جدا وكان اهتمام كبير جدا من سياده الرئيس بيه، وكانت معالي الوزيره مهتميه جدا بتنفيذه بصوره لائقه جدا، وزي ما حضرتك تفضلت فعلا كان في يعني تحدي كبير جدا ازاي الوصول للتعامل مع الثقافه ديت، خلينا نقول مع البيئه المحيطه ديت، فكان البرنامج الموضوع هو التعامل مع الثقافة والبيئة دي بالصورة المناسبة ليهم دون المساس بأي يعني أي ثقافة تبقى ضد اللي هم بيبقوا مؤمنين بيه أو شايفينه، ولكن نحاول نضفي عليهم روح الحضارة، روح العصرنة، وده اللي حصل فعليا، وكان في تعاون مع وزارات أخرى وتعاون مع حي الأسمرات مثلا لما ابتدينا نشتغل معاهم إن يبقى في بيئة آمنة للعمل الثقافي. وعايز أقول لحضرتك إن الأطفال والأهالي كانوا متفاعلين جدا مع الموضوع،
يعني كان في بعض الاهالي مؤمنين جدا بان اللي بيحصل ده، وكان في ناس عايزه تقدم اطفالها اللي عنده موهبه في الانشاد الديني، اللي عنده موهبه في القاء الشعر، اللي عنده موهبه في التمثيل، فكان في لا يعني احنا فاجئنا برد فعل الناس كمان، يعني مش بس الشغل اللي احنا عملناه، لا رد فعل الناس. وده بيأكد على فكره ان الطفل نفسه خامه كويسه جدا. صحيح. وممكن نقدر ان احنا لما نروح له نطلع منه احسن ما عنده. مصنع شخصيه. صحيح. وهو مستني ده، يعني هو فكره ان لا في ثقافه معينه ضد الفن او ضد الفنون الثقافه او ضد، بالعكس خالص، احنا لما رحنا شفنا الناس متفاعله جدا، شفنا الناس عايزه تنفذ، حتى عايزين يخرجوا من المكان بتاعهم ويروحوا يشوفوا اماكن اخرى، وده اللي حصل. يعني بقينا ناخدهم من الحي بتاعهم ونوديهم يتفرجوا على مسرح، يتفرجوا على عروض، فده فرق معاهم نفسيا جدا، حسسهم بوجودهم داخل المجتمع وحسسهم بأهمية الفن. ودايما يعني حتى معالي الوزيرة دايما كانت في الاجتماعات توجه لفكرة ان احنا نروح للناس، احنا اللي نوريهم احنا مين، احنا بنعمل ايه، ما نستناش هم يجونا. صحيح. احنا وزارة بنروح للناس، يعني انا الجملة دي طول الوقت بترددها.